وسهلا. جيت بوقتك، بدي اياك تحكي لي عن روح. روح يا عمي روح، كسر روح. الله معك. احكي لي عن صباح الخير ابو جمعه. اهلين استاذ نادر، يسعد صباحك. بعت لي الاغراض على البيت؟ لا توصي حريص، هلا بيكونوا بالبيت. بارك الله فيك، لكن اعطيني شيء قلم ناشف الله يرضى عليك. تكرم عينك. ازرق ولا اسود استاذ؟ لا اسود اسود. من ايمتى كنت اكتب الازرق انا؟ تفضل استاذ، هذا القلم من نوعيه جيده، يعني بيكتب لحاله. قديش حقه هذا؟ ولا يهمك، رح نضيفه على الحساب استاذ. ماشي، على كل حال انا بهاليومين بس اقبض تعويض استكتابي بالجريده بجيب حاسبك. الله يسامحك يا استاذ نادر، ليش مين عم يطالبك؟ المحل محلك، انت حمل وامشي. شكرا ابو جمعه، ولو اني ما بحب دينتي تطول كتير. يا عيني عليك يا استاذ نادر، يا ريت كل الزباين مثلك. سعيد ذكرت، انا من زمان كنت بدي فاتحك بموضوع بس ما كان يصير لي فرصه. خير، شو هالموضوع بقى؟ عم بقول لحالي طالما حضرتك صحفي بتكتب باربع خمس جرايد، يا ريت تدير بالك علينا شوي. كيف يعني؟ ما فهمت عليك. الله وكيلك يا استاذ، المحافظه دبحتنا دبح، يعني ما منحط غرض على هالرصيف الا بيسلخونا مخالفه اشغال ارصفه. يعني بدك مني اكتب عن المحافظه؟ اذا ما بصير سئله. عدم المؤاخذه يا ابو جمعه، هذا مو اختصاصي. عفوا، يعني حضرتك شو مو اختصاصك؟ ليش حضرتك مو صحفي؟ بلا صحفي، لكن بيع درة. بس لمعلوماتك الصحافة اختصاصات، شي بيكتب بالسياسة، شي بالفن، شي بالرياضة، شي بالخدمات، وهلو مجرة. أيوة هلا فهمت عليك، بس يعني ولو كترت غلبة شو اختصاص حضرتك؟ أنا بكتب مرثيات. شو هاد؟ مرثيات؟ شو بيظهر أنت مو قاريلي ولا مرة؟ لا بلا قاريلك استاذ، قاريلك شلون مالي قاريلك، بس يعني ما كنت دقيق كتير. أصبح بس تدقق منيح بتعرف شو اختصاصي. يلا بخاطرة، مع السلامة. أهلين استاذ، شرفت. ألو، مرحبا بجمعة، طمنيني وصلوا الغراض؟ حلو، شو طابخة اليوم؟ ماشي. صحيح ذكرتيني، باعتبارك يعني مثقفة واخدة بكالوريا بدي أسألك سؤال. شو يعني مرثيات؟ لك مرثيات لك بالثاء مو بالسين. لا ما سمعتها بالراديو، واحد زبون قال لي اياها. انت بكالوريتك علمي، يعني ما بتاخذوا هيك شغلات. اي بسيطه، ماشي يلا مع السلامه، الله معك هلا. اف شو يعني مرثيات؟ ولا يهمك استاذ، هلا ببعث لك القمصان مع الصانع الجديد. يعني خالصين؟ طبعا خالصين، بس ما حلوه تحملها حضرتك بالطريق. كتر خيرك يا سيدي. استاذ نادر، دخيل عينك، اكتبوا لنا على هالميكرويات. يا اخي والله حالتهم حاله، مازوط، شحار، حوادث، ايه والله شي بعمل قلب عمي. ولك حبيبي هذا مو اختصاصي، افهموها بقى، انا اختصاصي مرثيات، يعني بس حدا يموت بكتب عنه، فهمت ابو عادي؟ يعني بتكتبوا نعوات استاذ؟ يعني هيك شي، بس مو لمين مكان، للناس المهمين فقط. يعني رح اضرب لك مثال، هلا انت عدم المؤاخذة، إذا اتكلت على الله ومتت، حدا بجيب سيرتك بالجرايد والمجلات شي؟ أكيد لا. وليش لحتى يجيبوا سيرتي؟ ها ما راح يجيبوا سيرتك، لأنك عدم المؤاخذة ما لك قيمة، عايش على الهامش، يعني إذا متت أو عشت بالنسبة للمجتمع نفس الشيء، سيان لا راح تقدم ولا راح تأخر. أما في ناس إذا ماتوا بيتركوا فراغ كبير وراهم، مثل الأدباء والشعراء والفنانين والمخترعين والسياسيين والمبدعين، هدول بقى أنا بالذات بكتب عنهم لما بيموتوا. يعني استاذ انت بتستناهم ليموتوا لحتى تكتب عنهم؟ لا حبيبي، انا ما بستنى حدا. مالك شايف كيف الموت شغال على ابو جناب؟ يعني بصراحه ما عم لحق كتابي. إيه الله يرزقك ويزيدك من خيراته يا رب. امين يا سيدي امين، عن اذنك بس لا تنسى تبعث لي القمصان. خلاص استاذ، اعتبرهم وصلوا. شكرا جزيلا، السلام عليكم. الله معك.
قال بيكتب عن الأموات. قال لك شو هالدنيا هاي، ناس بتموت وناس بتسترزق وبتقش مصاري. الله وكيلك يا رائدة، الناس هلكتني هلك. شي بيقول لي اكتب عن المحافظة، شي بيقول لي اكتب عن الميكرويات، شي عن حاويات الزبالة، شي عن كبائن الهاتف، شي عن جمارك السيارات، شي عن الدوري العام. يعني كل واحد بده اكتب له همه، ومفكرين الشغلة شوربة. يعني كأنه صحفي بيكتب شو ما طلع براسه. والمصيبة انه ما حدا عم يفهم انه نحن هلأ صرنا بعصر التخصص، والصحافة صار عندها اكتر من 100 اختصاص. بجوز، بس الاختصاص يلي عم تكتب فيه انت نادر شوي. شو اسمي نادر لكان؟ لكل امرئ من اسمه نصيب. على كل حال، انت شفتي المقال اللي نزل لي اليوم بمجلة عروبة ولا ما شفتي؟ لا والله ما شفته. اصبح شوفي العنوان ما احلى. شوفي: كراسي مقهى المدينة تفتقدك يا أبا تموز. ومنو هاد أبو تموز؟ أبو تموز؟ معقولة ما تعرفيه يعني؟ إيه والله ما بعرفه، ليش ضروري يعني أعرفه؟ لك أبو تموز بيكون الشاعر صبيح بدر الخشنة، شاعر معروف كتير، مات من 10 أيام. صبيح بدر الخشنة؟ إيه والله بحياة عمري ما سمعت باسم هيك شاعر. معقولة يا رائدة؟ معقولة مو سمعاني باسمه؟ صبيح بدر الخشنة إله 10 دواوين بالسوق، وأهمهم على الإطلاق ديوان الحزن في الجرن. المرحوم كان شاعر حزين كتير ودمعته سخية. إيه الله يرحمه. حط لك تتغدى؟ لا لا، لسه بكير على الغدا، فايت جهز مقالة رثاء للفنان إحسان دبوري. شو الحكي؟ ليش مات؟ لا لسه ما مات، بس على هوا ما فهمت الزلمة لساته بالمستشفى وحالته ميؤوس منها. طيب طالما ما مات، ليش عم تفاول عليه من هلا؟ أنا ما عم فاول على حدا. يلي عمره خالص عمره خالص، وأموره محسومة من عند ربه، ويلي إله عمر ما بتهينه شدة. كل ما هنالك إني أنا عم بستبق الأحداث. يعني بكرة إذا مات فنان كبير مثل هاد، 100 واحد رح يسنوا سنان هون ورح يكتبوا عنه. بقى ليش لحتى خلي العالم تسبقني عليه؟ ليش؟ بجهز المقال من هلا وبخبي لحين الضرورة والعوزة. فظاعة فظاعة، شو بتحسبها؟ أصبح اسمعي على هالعنوان ما أحلى: إحسان الدبوري وداعا لا لقاء بعده. شو رأيك بالعنوان؟ حلو حلو، لا تقولي حلو. أنا فايت لجوا حتى أنقش المقال قبل ما تطير الأفكار من راسي، وأنتي الله يرضى عليكي جهزي للغدا بعد ساعة زمان. يا ربي. استاذ، صباح الخيرات. أهلين سومر، شلونك اليوم؟ الحمد لله، يعني بيرضى بيش. شو جايب لنا جرايد معاك؟ مثل كل يوم، تشرب والباس والثورة. عظيم. ويا ترى جبت لي الدومري ولا نسيت؟ ولو استاذ، دومري بتصدر يوم الاثنين، بعت لك حلاقين. معك حق، نسيت. تفضل. الله يعود عليك استاذ. شكرا، الله معك. على هالشغله راح كل تعبنا على الفاضي. خير ان شاء الله. اسمعي شو مكتوب بالجريده: الحالة الصحية للفنان إحسان دبوري في تحسن واضح. بقى عجبك هيك؟ الزلمة تحسن ورح يرفص المرض. الحمد لله، الله لا يضر مخلوق. ولا بدك إياه يموت مشان المقالة تبعك؟ لا مو هيك قصدي، بس يعني لو كنت انتظرت شوي قبل ما أتعذب بكتابة المقال كان أفضل. ليش حدا ضربك على إيدك وقال لك اكتبه؟ أنت بصلتك محروقة ومتسرع وقراراتك ارتجالية. لك اسمعي يا رائدة، اسمعي على الخبر: أزمة قلبية تصيب المخرج العالمي يوكوهاما كاماياتو. ولك شفتي؟ ولك شفتي؟ بعدي اسمه هالرب بيقطعها من محل بيوصلها من محل تاني. شو قصدك؟ يلي بقصده إنه يوكوهاما كاماياتو صارت جايته 3 أزمات قلبية، وغير هيك الزلمة عنده مشاكل بالضغط والسكر، يعني أكيد هالمرة ما رح ينفذ منها. ولك شبك؟ شبك رح تموته للزلمة؟ أنا رح موته؟ ليك التاني على الحكي، هيك مكتوب الجريدة. شو رأيك بالعنوان؟ وأخيراً يوكوهاما كاماياتو وضع رجله في القبر على مضض. حلو هالعنوان، لا تقولي. رايح لمكتبي أنا هلأ؟ إيه هلأ، ليش لا؟ بدي طالع كل شي عندي مقالات قديمة عن يوكوهاما كاماياتو وأكتب عنه مقالة رثاء، لأنه بخاف يموت فجأة وأنا مو مجهز حالي. عن إذنك. طيب ودوامه؟ معلش بتأخر 2 ساعة، مو مشكلة. يوكوهاما كاماياتو وضع رجله في القبر على مضض. حلو، شو الحكي؟ حلو.
استاذ. اهلا اهلا استاذ نادر، تفضل تفضل. شكرا يا سيدي. اهلا وسهلا. قلت له شوف شو اخبار الاموات معك؟ كله تمام على احسن ما يرام. يا سيدي جبت لك معي اليوم مقالة حلوة كتير. هات لشوف. 20 عاما مضت على رحيل المبدع سليم المفخيتي. شو رأيك بالعنوان استاذ؟ شو استاذ نادر؟ الزلمة له 20 سنة ميت، لسه بدنا نكتب عنه؟ وشو الغلط استاذ؟ بالعكس تماما، نحن لازم نضل نكتب عنه حتى نخلده. بعدين هذا من الرجال العظام، والأم العظيمة هي اللي بتحاول تخلد عظامها. يعني إذا لهلأ لسه عم يكتبوا عن شكسبير ببريطانيا، بقى معقولة نحن ما نكتب عن سليم المفخيتي؟ بس هداك شكسبير. ايه وهذا المفخيتي. شو يعني استاذ إذا ما كان عنا مبدع مثل شكسبير ما بنكتب عن حدا؟ والمثل بيقول لا جود إلا بالموجود، سليم المفخيتي. طيب طيب بعدين بقرأ المقالة. بس لا تنسى يا نادر انه بعد اسبوع 40 الكاتب والاديب الكبير عاصم مادد لسانه. مو نسيان استاذ، معقوله انسى هيك شيء؟ ها وهي المقاله جاهزه. عاصم مادد لسانه يمد لسانه ساخرا من الحياه. برافو. رائدة يا رائدة. خير خير شبه. وين الظروف الفاضية؟ عندك على المكتب. ام لقيت شي؟ معناتها خلصي. لا حول ولا قوة الا بالله، هلا وقتهم يخلصوا؟ ما صار شي حبيبي، بكره اجيب معك شوي وانت جاي. طيب انت شو في عندك بكره؟ ما لحد هلا ما في شي. عظيم كثير، دخيل عينك بدي سخرك بهالمشوار. اشتري لك ظروف؟ مو بس هيك، بتشتري ظروف وبعدين بتروحي على البريد وبتبعتي لي هالمقالتين. لوين بدي ابعت لك اياهم؟ هي بتبعتي لي اياها على تونس الشقيقه لمجله النهضه، وهي العنوان مكتوب هون عندك على الورقه. ليش شو بعت لتونس؟ يعني كمان وصلت مواصلك لهنيك؟ ليش لا؟ كاتب لهم مرسيه عن الرسام التونسي نهال الفيقوسي. اسمعي، الرسام التونسي الكبير نهال الفيقوسي يرسم من قبره جيوكوندا الأموات، وهالمقال هاد بدي أبعته على الكويت الشقيقة. هاي العنوان كمان مكتوب عندك هون، كاتب له مقال بذكرى مرور 3 سنوات على رحيل المطرب راشد الراشدي. اسمعي هالعنوان: راشد الراشدي يتأوه ويتلوى ويغني بين يدي أنكر ونكير. ماشي الحال، بكرة بوصل لك ياهم. بس اوعك تنسيها، الله يرضى عليكي، لازم يوصلوا بموعدهم. هلا انت شلون بتتذكر هالتواريخ؟ يعني منين بتعرف ذكرى وفاة كل واحد؟ ولو يا رائدة، خايفة علي يعني؟ كله مسجل عندي جوا بالارشيف، كل واحد امتى مات باليوم وبالشهر وبالسنة وشو سبب وفاته وكل المعلومات المتوجبة عنه، يعني كل ما هنالك اني انا بطالع من هالارشيف وبكتب. لك منيح منيح يلي عم يلحقولك نشر. بتعرفي يا رائدة بشو عم فكر؟ بشو؟ عم فكر اعمل برنامج بالتلفزيون اسمه مات في مثل هذا اليوم، شو رأيك؟ صباح خير أستاذ منيس. أهلين أستاذ نادر، صباح الخيرات. شو الصحة؟ والله الحمد لله، يا هلا. إيه سيدي، شو طلع لي أجور استكتاب عندك؟ لحظة لحظة لو أمرت. بسم الله. أستاذ نادر أستاذ نادر 2500 ليرة. نعم. شو الحكي؟ لازم يكونوا 3000. ليش؟ 2500 عن 5 قطع. نعم. 6 مقالات انت صادق مو 5. مسجل عندي 5 بس. اكيد في غلط لانه مقالاتي 6. بقى ممكن نراجعهم سوا؟ ما في مانع، تفضل. الكفن الابيض، تبع عندك. نعم. الكفن الابيض يليق برائد المسرح التجريدي خزيمة ابو راسين. صحيح، موجودة عندي هي. عام مضى ولا زالت صرخات الشاعر خلدون الفوانيسي تسمع من تحت بلاط القبر. شوف لي يا أبو الله. وهي كمان موجودة. المهندس المرحوم فايز البحار يشرب القهوة السادة في المقبرة مع أصدقائه الأموات. ايه وهي موجودة. النحات الراحل عصمت شواكيشي يتمشى على سور المقبرة ليلا. نعم موجودة.
المبدع بندر بغبغاني يحس بغثيان وهو في لحده تحت التراب. لا هي مو مسجلة عندي. ها شفت شلون بيانت الغلطة؟ هذا هو المقال السادس يلي مو مسجلينه. ما شاء الله عنك يا أستاذ، ما بتنسى شيء. قال انسى قال، شلون بدي انسى يعني؟ بالنسبة للمقال الآخراني بنزل لك اياه بالاستكتاب الجاي. ماشي الحال مو مشكلة. عن مين عم تكتب لنا هلا أستاذ نادر؟ عن جراهام بيل بمناسبة ذكرى وفاته طبعا. مو بعد كتير أخي، نحن بعصر العولمة هلا، يعني أموات العالم صاروا أمواتنا. حتى الموت صار في عولمة؟ الله يرحمك يا نادر. بدي تخلي الناس هاي المقالة تعرف انه في حرية صحافة بالبلد. يلا بسرعة. صباح الخير استاذ. صباح الورد، طمني شو صار معك؟ المقال جاهز. صدقني استاذ المقال عبارة عن بكائية بتبكي الدباب. برافو عليك، هات لشوف اقرالي العنوان. الصحفي الكبير نادر يخرج من كفنه ويتكلم. ايه الله يرحمه ويحسن اليه. بس مالك ملاحظ انه هالعنوان بيشبه العناوين يلي كان يكتبها المرحوم؟ معك حق استاذ، لانه هذا المقال كله المرحوم نادر هو اللي كاتبه مو انا. شلون كاتبه المرحوم نادر؟ ايه نعم استاذ، لانه كان الله يرحمه مجهز المرسيه تبعه من زمان وحاططها بالارشيف، ومرته الصبح حطتني اياها حتى ننشرها حسب وصيته. لك يا لطيف على هالزلمه، فعلا ما بينسى شيء.